والله البيع والشراء ناحية اليوم 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 كزرع زرع محلي تواجد بالعلوة علوة الكوت خاصة زرع محلي لأن زرع مال مهران ومال مهران هنا ما مسدود منه مسدود صفحة مهران الفواكه هذا كلها كلها على الشمال كلها على الشمال فمن محصور على الزرع على الشمال احنا خو ما صعوبة نجيبه من الشمال وبرادات وما برادات نتجه لبغداد بغداد هي الرئيسية هسه للكوت بالنسبة للفواكه الخضرة الخضر بالنسبة بصل ما بصل طماطة خيار ما خيار كله من بلد انتاج المشمش السنة انتهى سبب الظروف المناخية ما الأمطار وما أمطار انتهى المشمش تفاح التفاح انضرب شوية فالسنة عندنا التفاح لحد الآن الإيراني غالي لأن عندنا التفاح المحلي شوية مضروب والتفاح الإيراني 800-750 والعراقي 600-550 للأدنى الزرع المحلي كصورة عامة زين بيع وشراء موجود ماكو سلبيات بس السلبيات بالخدمات بالخدمات يعني قلت لك هسه يعني اكو مكاتب يعني هسه اشوف المكتب مي ينقص المي كهرباء تعبانه مكاتب اغلبها تعبانه يعني تعبانه قلت لك احنا الناشد السيد المحافظ مدير البلديه من تنعل المزاد هاي العلوه يوضع شروط فقرات يضيف على المستاجر بالنسبه للمي الساحه المجاري يعني تصور احنا بالشتاء غير نغرق لان ماكو خدمات ماكو هاي الطماطه هاي الفواكه مثل العرموط المشمش البوتيته البصل هذا زرع محلي كله زرع محلي